سير السي عزيز سير. شكون هذا عزيز؟ ويلي بغيت ناكد بانه الحمد لله رغم يعني قله المياه وداك الشيء يعني المنتوجات الفلاحيه الثمن ديالها هي مستقر، كذلك واحد العدد ديال المنتوجات اللي يعني المواطن المغربي كيستهلكها حنا معاها في الدعم. فنعطيكم بعد يعني رئيس الحكومة خصو يحضر كل شهر. نريد من رئيس الحكومة أن يأتي ليتفاعل مع المؤسسات. خصناش نبينوا بانه حنا ضعاف ما قادرينش نستدعيوا رئيس الحكومه وقت يمكن عنده صعوبات الحضور، يمكن غايب حاجته معاه. سيد رئيس الحكومة من المفروض أنه يجي مرة في الشهر. سي الملج، شنو هو البرنامج الانتخابي ديالكم؟ لا لا لا، حنا ما عندناش برنامج انتخابي. ويلي والله، وشنو الاصلاحات والمشاريع اللي جايبها للحزب ديالكم؟ ما كاين لا اصلاحات لا مشاريع لا سيدي نمي والو. وشنو الجديد اللي جايب الحزب ديالكم؟ ما كاينش الجديد اصاحبي، حنا راه هضرنا وعاودنا هضرنا وغنعاودو نهضروا. راه قلنا لكم تقيدوا في موقع وان اكسبيت، دخلوا كود برومو ضرو واستافدوا 130 دولار سهله، ومورا 5 سنين راه نفس البرنامج، غير هو غدا راه لعبه هذيك سميتها تشيلسوفاكيا ولا شنو سميتها، ماشي تشيلسي. لا لا لا، الاخرى الاخرى تشيلسي. اي تشيلسي راه لعبه مع الريال مدريد. ويلي واش حتى الكره شاده الحزب ديالكم؟ حنا راه شادين حتى السما وتا الارض. الارض 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 راه لتحت كاين فيها موقع وان اكس بيت في اول تعلق. اييه شتو ولا شتي؟ سلم عليك، كليكي عليه سول فيه. كيغوت. سمحي لي يا بنتي، راك عجبني ندخل سخون. صافي ما تجي لهاد الدار خصك تغوت. راه صافي يا امي، راه قلنا لك سخان شويه. خذ يوب شويه في دارنا ما تغوتش. سامي، حنا اليوم ما جيناش ندوي على الشيخه حليمه. حاجه حليمه هذيك سيده صافي ثابت، الله يعفو. كاينه الشيخه حليمه؟ عفا الله. راه قلنا لك صافي ثابت. قنس تو. واخا ثابت ضروري مره تشعل الفليفله ديالها. ديري الحار. ديالك الحار. وشويه ديال المعاطيه. دابا كون لو باطاغا دا معطاوي. كلت هذه معيوره؟ غادي تخليونا نفطروا ولا غنقلب مماطه بلا هذه؟ ترمي نفسك اسالي، ما عرفاش كتخرجي على فمك ولا غنوضلك. شنو هذا المسلسل هذا حاكمين والعيالات؟ شنو؟ ديرها في راسك. الزيتونه كانت انا، شكون هزها؟ انت هزيتي الزيتونه. الهيبه ديال المعطاوي مشات. السيده دارت الفلوس وشرات طوموبيل بلا ماتريكول. سي المخرج، كون حيدتي البلاك شنو كنتي غتخسر؟ ولا عمرها غير شي عمليه حسابيه، واحد زائد واحد تساوي اثنان. مخليها عريانه بحال هكا مالها؟ هرب الفرماج من سبته. ويلي السي المخرج، ما عليناش. السيده ثابت ولات كدير الخير. اودي داكشي حنا اللي كنديروه كنديروه لوجه الله. الناس كتفرق الحواله بحال الخبز. السي عزيز. شكون هذا عزيز؟ عزيز ولد الناس. بابا هما ولاد الناس. شد بسم الله زيد. هاكا شريف. دعم الحاجة حليمة. سلام الحاجة. وعليكم السلام. عمدرا عسو، كل شيء هو هذاك. عسو؟ ويلي على عسو، هذا الخير كامل تسميه عسو. اسمع اسمع المشي اسمع.
جوج باليزات اودي عسو عدني في الدنيا، باليزه ديال الدنيا وباليزه ديال الاخره، واللي عطاه الله يقوفل ديال الاخره احسن ليه، هي اللي دايما ليه. يا علميت البلاوي. وتاخذ خمسه ديال الحواله تديهم للحاج الفقيه ديال الجامع. لا 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 الفقيه خاصو غير الذهب. عندك الذهب؟ شي اخت فيكم تحيد السلسله ديالها ديال الذهب تقول هذا لله عز وجل. هذه ما في خباريش. هي في خبارك يا عشيري. شنو هاد الشيء هذا؟ يقولنا الشيخ اتابت ورا الشيخة حجات وخلات صحاباتها فوق الجمرات حلالا طيبة. وي وي مالك اخويا اش كاين؟ باغي نزهق، باغي نخسر رزقي. من حقه عسو. عزيز على الخير. لا باينة. بغيت نولي شيخة. نعم عاويلي قرطي. بغيت نولي شيخة. وصافي سيري بحالاتك. لا 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 صبر صبر صبر، واش عندك المؤهلات ديال الشيخات؟ شوف الشيخة فين وصلت. واي ولكن واش عندك المؤهلات ديال الشيخات؟ ايوا سيري بحالك. سيدتي انستي حنا ما جيناش ندور على البقر. والبقر المغاربه زادوا القدام. واهو حتى الشيخ اي واشنا والجاحيم تقول تاع هذا كيطي مشى على الفاخر تما. ويلي ويلي دارت الكليمه او لو اللعابه كيدوروا مسكين بحال الطاكسي قريبه. ما كاين عادور، ما كاينش اللي عرقان، ما كاين عدفع، ما كاين عادره مطيحه. وليدي ويلي ويلي شنو توعد المواطنين هذا الشيء ديال الاسعار اللي كيقولوا العافيه تاع ادخال بعض المسائل اللي غادي تخلي انه الثمن ديال اللحوم يهبط. اه ادخال بعض المسائل، شنو هي هذه المسائل؟ ويا ليلي ويلي عباد الله باش تبليت هذا منين جا؟ قالوا بقر برازيلي والله اعلم. تحلك الفم الشيخه. ولا ولا راه قلنا المعاطيه لا سيفيني. نتمنى والله. كيفاش؟ والله حتى هو يصيب معنا شويه بشويه ديال الشتاء ان شاء الله. دير شويه النفس تدير بحال بغيت نقولك بحال الكلب والله وخفت الكلب يكع مني. هذا راه كيبرد فينا غدي ديال الحوايج اخرى. هو مسكين راه قال الصراحه، حنا فوت فينا حنايا، حنا اللي باقيين كنديو عليه. دابا انت ملي كتسمع البرازيل شنو كيطيح لك في راسك؟ وي 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 ايوا فينا هو هذا الخوخ هذا؟ عنده واحد بحال شي ديك ديال الجمل كاينه هنا. الفرق هو كاين هذيك هذاك البلا اللي كاين هنايا فوق عنقو. وهذيك الحتيبه اللي عندها هنايا هذيك راه شناهي هذيك؟ هذيك الحتيبه شناهي؟ هذيك اسيدي فحال شي منتوج اللي كيدير شي بروموسيون ولا شي بونيس، مثلا 30 غرام بالمجان، 15% بالمجان، حتى البقر داروا لي 7% بالمجان، ساهله. هذه ما في خباريش. البقر غير ب 70 درهم للكيلو، وفيه بروموسيون 7% فابور، وما باغيه حتى واحد، السيد راه دخل وعارف اش دخل. ادخال. الاستاذ خنوش كيدير لبس عليك، انا واحد المواطنه صالحه درويشه. شنو ما تزاد عليك؟ غتبقى ديما شيخ. ولا راه قلنا المعاطيه لا. دخل لنا المنتوجات الصينيه. هو غادي يبقى غير يدخل لينا بلا ما يسد راسو، يخرجنا حنا نجيبوه لراسنا والله. قولوا لبوجوجني ولا خوي الولاد، لا خويت بلادي ونعمر بلادات الناس، هاك على خبز الرباط وهاك على طاجين فاس، هاك على حلوى مسبكة وفي طرسي جديد وقفة. واهوا واهوا سيد سيداتي انساتي اعيد موضوع ديال اليوم، ما هو ديال البقر؟ ما هو ديال الشيخات؟ تهلاو على الشيخات والراقصه دوزو بهم القصير، الله ينعلموكم التنصيله والفصيله. ينعسني على كتفو ويقول لي يا حبي، والله هذيك الحاجه خلاني والفتو ناري واشنو ذنبي. تحت طلبكم غادي نرجعوا سلسله توب 5. ولا ولا وصافي، لا حول ولا قوه الا بالله. من المجموعة ديال الناس او المواطنين كيكون عندها واحد المطلب والناس المسؤولين ما كتهتمش ليهم وكتنخلهم، فالناس من بعد ما كيعياو بالاحتجاج كيلتجؤوا لنوع جديد ديال الاحتجاج. فاليوم غادي نديروا التوب 5 ديال اغرب الاحتجاجات اللي لقيت انا حتى نتوما اقترحوا علينا المواضيع ديال التوب 5 اللي بغيتوا نديروا في الحلقات الماجيه، واللي جاب فيكم اكثر عدد ديال لايك هو اللي غادي نديروه في الحلقه الماجيه. في المرتبة الخامسة من أغرب طرق الاحتجاج، أستاذ في مدينة تطوان هي ما يطلب يدخلوا الماء للمدرسة اللي كيقري فيها، وحتى الطريق ديال المدرسة خاصها تصلح. مني ما سمعوش المطالب ديالو، ناض كتب كل شيء في ورقة كبيرة ولصقها في الطوموبيل ديالو ودار بها الشمال كامل كيضرب لهم الطر. أستاذ الإعدادية كيدور بالطوموبيل ديالو المغرب كامل ومعلق عليها، كنشتغل بدون ماء وبدون طريق. شوفوا رسالته المسؤولين، نطالب بحقنا في الكرامة ومحاسبة المتورطين بجماعة بنيدر القروية بإقليم تطوان. أستاذ مسكين زيد السويع من عنده، يقري الدراري الصغار بنهار، يخرج يقلب على الماء بالليل والمازوط والحالة، كون خطف هالبلايص حسن ليه.
لقد سئمنا من الوعود الكاذبة، للأسف الشديد إنه لخطأ فادح من طرف المسؤولين التربويين بالمنطقة هنا أن يصادقوا على تشغيل إعدادية تفتقد لأبسط الحقوق شروط الكرامة بالنسبة لأي رجل تعليم من كيفما كان. سمعت الصوت، سمعت اللغة العربية لحقة وطريقة، والله إذا معلق ضيع بالله. بعد 4 أشهر من الوعود الكاذبة من طرف مدير الإعدادية الذي عوض أن يساندنا للأسف الشديد قام بقمع تلاميذ الإعدادية كي لا يواصل احتجاج. الصراحة 4 أشهر كي والو أستاذ، حنا راه 3 سنين دابا، 3 سنين حنا كنتسناو غير 300 درهم. 300 درهم كذا محسوبة شنو والو. كما نحمل المسؤولية كذلك لقائد السلطة المحلية بثلاثاء بني الدر ورئيس الجماعة الذي رفض حتى ترقيع عوض إصلاح، رفض حتى ترقيع هذه الطريق. علاش غيرقعوها؟ بغيتيهم يرقعوها ويضيعوا على التلاميذ هاد الزحليقة ديال الغيزفة بو. حاصل على دكتوراه من طرف جامعة إسبانية للأسف الشديد، عوض أن أرى نفسي في جامعة مغربية الآن أرى نفسي في عالم سابع أو عالم ثامن للأسف الشديد. بصراحة شنو هي الأخطاء اللي درتي في حياتك؟ جيت المغرب، هذا هو الخطأ اللي درت، كنت بقيت هيك برا وكنجي له مرة ما نعرفش شنو كاين هنا بصح. نفس الأخطاء كديروها كاملين، الناس راه كتبيع غير قوي البيت شعبة الهردوسية وكتولي كتصدر للخليج، كتنفخ في تركيا وانت بقى تستنى في رئيس الجماعة يجي يرقع عليك الطريق المغيزة. هذا هو الواقع. اسمع أستاذ اسمع، نعطيكم الوصفة ولا لا؟ جيت كبير المؤخرة، غنعطيكم وصفة طايره. نعطيكم؟ عطيها لينا وحنا غنرقعوا بها الطريق المغيسه. شي حاجه زيت على القول بات كتكبرها في ظرف يومين صاحبتي دارتها يومين بش. يومين أستاذ يومين ماشي 4 شهور شيفا. في المرتبة الرابعة من أغرب طرق الاحتجاج في كلية الطب بالدار البيضاء، طلبة خرجوا كيحتجوا على الخصاصة ديال القطاع. ماذا يعني هذا؟ من الأخر يعني أنه من القدام باش ولدك ولا بنتك يقرا الطب خاصو يخلص فابوريتو سيفيني. ناضوا الطلبة حلو، وداروا فراشة حلو، اللي عنده ديبلوم حطوا للبيع حلو، اللي عنده قويلبات حطهم يتباعوا. واجي نشوفوا أخبار السوق. او ميزة حسام 13 مليون بزاف. شوفوا العنصرية، شوف مقبول ديري لها غير 50 درهم، واش عارفين شنو تقدر دير بمقبول؟ وانا بالمناسبة شديت البكالوريا مقبول الحاج العثماني. انا اللي عندو الطاقة، انا اللي عندو السياطيك اللي عندو الروباتي. الفازلين هو ملك الادويه، كيخدموا به الطلبه والعشابه. جيس فيتاس مي مي. فهم المواطن المغربي بان الا كان عندك ولدك ولا بنتك اللي كتقرا مزيان كتمنى انه يولي طبيب يدخل الكليه ديال الطب العامه، وهذا راه ما غاديش تقدر تدخل ولدك الكليه ديال الطب، خصك تخلص عليه 13 مليون. انا الا عندي 13 مليون غندير لولدي بروجي ديال القوي البيت دهن وثمان. كتكبرها في ظرف يومين. براه سيدي خلخل. هاد الشكل النضالي خارجين كيبيعوا حوايجهم، كيبيعوا الدبلومات ديالهم. واحد طالب كيبيع اللفت، زعما حتى طالب ما حط قلب ولا كل والبيع ولا غيطرو ديال الدم ولا غير تحاليل بوليه. الطلبه ديال الطب كيناضلوا خارجين كيديروا اشكال نضاليه مختلفه في جميع انحاء المملكه. من هاد المشهد ديال اللفت وديال الطلبه مجرورين بحال الضروبه غادي ندوزوا للمرتبه الثالثه، اغرب طرق الاحتجاج. واحد المركز صحي في بني الطيب، هذا المركز عامين وهو بلا طبيب، عامين كاين غير سيكوريتي كيدوز لك السكانر بيدو. من بعد ما دازت عامين وما كيطالبوا بالطبيب وما لباوش لهم الطلب ديالهم، ناضوا الساكنه حلو، جابوا طويبله حلو، هو يصير حلو، قرعه الماء طبيسلات إيه؟ حليوات روق المزاج وكيكه باش يحتفلوا بالذكرى السنويه على غياب طبيب. شنو مكتوب في الحلوى؟ الحاجه راه غير العربيه، حتى العربيه جاتك صعيبه. هو صافي سيري بحال هكا، الناس محتفله وفرحانه حتى وقفوا عليهم صحاب الوقت. وداش كدير دينا فرينا دينا. هادشي اللي كدير انت هو اللي مخالف القانون. باش مخالف القانون؟ هادشي اللي كدير انت هو اللي مخالف. علاش مخالف القانون؟ كيسحب لهم مخلق حيت داروا حفله. لا مقلق حيت ما عرضوش عليه الكفاره بالله. كاش انا حر راني في فضاء عمومي. ماشي حر، اسمح لي حر فاش حر حور فاش دير بحال هادشي. مولات المخبزه خطه زوين باينه كدير داكشي ديال الحنه في رمضان. واش كاين شي واحد اللي جا قيد لك الحريه ديالك انت كدور عادي وجي قيد لك الحريه ديالك؟ انا بغيت تشرب الماء والعصير خصك. ماشي بهالطريقه، ماشي بهالطريقه اشرف. اش من الطريقه؟ ما عندناش الكريم. ياك تشرب هو باش نمشي للدار. انا باش قلت لك شرب. افهموا راسكم الدراري، عطيو السيد طريف خليه يمشي. هو راه ما بانش لي خلي الساكنه تموت. بانت لي كيكه، عطيو لي كيكه. هو قال لنا دابا بغيتينا نجيو عندك نقول لك عطينا ترخيص باش نجيو نحتجوا عليك. هادشي مخالف للمنطقه. هو المخالف واحد نحتجوا حيتاش ما كاينش طبيب. دابا كتقول لي دابا كتقول لي. ها يا سي محمد، هذيك كيكه ما فيهاش التنبر والسيناتور ديال المقاطعه كي باسا.
هادي امدتي اها كمان واحد اها اتبسطت يا سيدي حتى نتوما مصايبين دي بلوم ماشي كيكه هذا ماشي احتجاج هذا ماشي احتجاج هذا كنشرب ما وعاصي شتي بنت تربح ديما خدامه ان الحل المقدس فهي من حق الاقوياء ما الضعيف لا ياكل الحلوى والفرص صعيب ورمضة صبية يا ليلة يا مي والفرص صعيب ورمضة صبية يا مي العزري قالوا مريض الدري قالوا مريض وديوب شوية في دارنا ما تغوتش دارنا خليني ساكت في المرتبة الثانية أغرب طرق الاحتجاج غادي نمشيو لإنزكان وتحية للناس ديال إنزكان واحد الحفرة خرجات في الطريق نادوا الساكنة طالبوا باش تسد ثقبة وتصلح الطريق ثقبة ما تسدات ودار عليها العام والخوين زار بعد السنينات نادوا الساكنة داروا لها عيد ميلاد ثقبة كي دايره بحال العفطه فاش نزلوا في القمر الناس ديال الكرام فضيله حلو شميعات حلو مينيضات حلو وكيكه غوا بالمزاج واحد الثقبه في الجابون كبر من المسبح ديال دار الشباب جاوا صحاب الحال سيمانه سدوها سيمانه والله ما كبروا بها ولا احتفلوا بها بحالنا هنايا الناس اللي كتفهم الصواب ازيد من سنه كما كيقولوا الساكنه ديال هذه الحياده كتشكل واحد العائق ديال المرور يعني كتواجد بالقرب من المدرسه اللي كيقراو فيها التلاميذ الصغار وديما تنعاني ودابا راه تقريبا شي عام وزياده قلنا علاش لا نديروا واحد الاحتفال نحتفلوا بها نديروا لها عيد الميلاد والتيرانات ما لعب القوب ما كاينينش واش هذا معلم هذا شوف نقول لا حجر هنا لا حجر هنا لا حجر هنا لا حفاري صوت لاباس طلق طلق شي موال طلق هيا سعيده هيا ولديده هيا في المرتبة الأولى واحد الساكنة في واحد الحي في الجزائر كيطالبوا باش تصلح لهم الطريق اللي جات وسط الحيط الطريق مغيسة ملي ما استجبوش للمطالب ديالهم نضوا الساكنة حلو غرسوا فيها بطاطا حلو وبصيلة حلو والثومة في الطريق عندها شحال واحد 5 شهور وما تخلصيها هي دخلها 6 شهور شحال عندنا 300 متر ولا 250 بطاطا مع الوجد لا غالب يا اخي ما كاش مسؤول ما كاش رقاه نعطيك مثال الناس دير شوف هذا ماشي تيف هذا دار واخا سي عندنا الشانطي فيه 300 متر الا سقينا بالواد الحار اللي كيدوز تحت الطريق غطلع علينا 300 متر العام طون ديال البطاطا تشكيتو البلديه ولا الدايره يا ودي يفوت منا ها ويجي عاد لهنا يجي البارح دايما يجي بصح ما كان حتى انا كي الله يهديك راه رئيس البلديه كيتقضى براسه من الشانطي بصايلات الطريق هذه انتم واش درتو فيها شنو دورناها فلاحه دورناها هاي بطينا هاي ان شاء الله تشوفوا تاع الشتاء الفلاحي البركي يعوم انا غارسين بطاطا انا غارسين بصل كنت دورتوها فلاحه احنا دورناها فلاحه سي نورمال ما كاين كنتوا معنا مشاهدينا الكرام من بلديه بغليه اقصى شرق ولايه بومرداس انا والله الا باقي نعقل في الحومه ديالنا كنت ديما كنلقى كتامه نايض تسوق لها حتى واحد يجيوها الغنم ياكلوها بلا ما تسولوني كيفاش الغنم كاينين وسط الحومه بلا ما تسولوني نخلي لكم واحد السؤال بغيتكم تجاوبوني عليه في مراكش واحد الكرسي عمومي جا مقابل مع الطوارو ديال الازبال من بعد ما تشكاو الناس نهضت البلديه قلعوا الكرسي وخلاو الطوارو ديال الزبال بلاصتو الا كنتي انت او انتي في بلاصه البلديه شنو كنتي غدير وما تنساوش تقترحوا علينا المواضيع ديال التوب 5 ديال الحلقات الماجيه اكثر واحد جاب لي لايك هو اللي غيكون الموضوع ديال الحلقه الماجيه سير السي عزيز سير طحن رئيس الحكومه خصو يحضر كل شهر نريد من رئيس الحكومة أن يأتي ليتفاعل مع المؤسسات نخصناش نبينو بأنه احنا ضعاف ما قادرينش نستدعيو رئيس الحكومة وقت يمكن عنده صعوبات الحضور
الحضور يمكن غيب حاجته معاه. السيد رئيس الحكومة من المفروض أنه يجي مرة في الشهر. يا من هدى وهي من هدى يا من هدى سنحق غدا يا من هدى سنحق غدا من هدى وهي من هدى يا من هدى.